بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم يوم الجمعة، آخر جمعة في رمضان، 29 رمضان. اليوم يوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نحن نقرأ سورة الصف إن شاء الله، إذا استطعنا سورة الجمعة، كون اليوم سورة الجمعة، كون اليوم يوم الجمعة عفوا. يلا. كم ساعة اليوم نقرأ؟ لا ممكن نسبح، هذيك امبارح سبح غير هي سبح، هذيك سبح الحشر، هي سبح الصف. يلا. ليش نحن بنقرأ سبح وهديك سبح نرجع تعال سبح؟ مشان تسبح الله عز وجل. يلا مين يبدأ؟ أبو أحمد ولا بكر؟ أنا. يلا أبو أحمد قول أعوذ بالله. أنا خلص أنا قول أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما هاي كلمة جديدة، لما يعني ليش؟ لما تقولون ما لا تفعلون. نعم. كبرة كبرة كبر مقتا عند الله ان تقول. ابو بكر اصبعك، ابو بكر لنا. هل قلت لي مروق ومصعصع؟ انا طيب ابو احمد خلينا. طيب يلا تقول يا رب. يلا تفضل. يلا خلينا مشان نضل نصحصح بس. يلا يلا بكر تابع. يا ايها الذين امنوا. ثاني سطر ولا ايش فيه؟ ثاني سطر. واحد اثنين. ايوه يلا يلا هذا؟ ايه يلا يلا. يا ايها الذين امنوا. ايوه. لما تقولون ما لا تفعلون. نعم. كبر مقتا عند الله أن تقولون. حمد أن تقولوا. أن تقولوا بدون ما لا تفعلون. بسرعة بكرة شوي. إن الله يحب أما تبع ما أنت يا الذين يقاتلون نعم في سبيل الله صف كأنهم بنيان مرصوص. نعم. وإذ نعم. يلا يا بكر بسرعة بكر. موسى. مين قال؟ موسى. أيوة. ليش بس بكر قرأ كلها؟ هلا بس قرأ شو بس تعب هاي. يلا. يا قومي. شو؟ يا قومي. شو بعدين؟ يا قومي. قال لقومه عفوا. الله أكبر والله أنا خربطني. قال لقومي. نعم قال لقومي. قال لقومي. أنت عم خربطني.
لا انا نطيت على الكلمه اللي بعده والله نسيت الكلمه. انت اذ قال موسى لقومه لقومه وين قال محمد؟ هبطت فوق. ايوه ما قلت لي قومي. قبل 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 ليش ما قلت لي قومي؟ قرات الكلمه اللي بعدها، اللي بعدها نفسها شوفها. اذ قومي قرات الكلمه اللي بعدها، يلا اقرا اللي بعدها. اذ قال موسى لقومه، ماذا قال لقومه؟ يا قوم يا قوم يا قوم مي مي لي ما جيد تو ذو تد تو ذو تو ذو نا ني نعم. قال يا قوم لم تؤذونني؟ ايوه وقد تع ما تعلم أن ني في ألف خنجرية فوق الياء شيء. رسول الله رسول رسول الله إي 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 إلا إلي إلي كو جيد أبو بكر استعجل. فما لم فلم ما فلما أيوة زغوا يرحمكم الله. إيه فلما زاغوا فلما زاغوا أزاغ أزاغ الله. يعني أزاغ الله يعني بس حركة، يعني هن لما مالوا عن الطريق الله ميل قلوبهم بعدهم أكثر. يعني ليش الله عز وجل لما يعني شو لما الله جاب لهم آيات مثلا وقال لهم موسى بعثهم الله إلى طريق موسى وقال لهم هذا صح وهذا حرام وهذا كذا، بعدين شو ساووا؟ مالوا تركوه، يعني زاغوا يعني ابتعدوا عنه، ما عادوا ما طبقوه. أم قالوا شو ساووا؟ زاغ قلوبهم، فصار قلوبهم زايغة. فشو صار قلوبهم زايغة؟ بتحب الزايغ. يعني زايغ؟ يعني مايل عن الحق مو الحقيقة. يعني ليش الزايغ بيحب الزايغ؟ هيك لأنه الزايغ بيحب الزايغ مثل ما الحق بيحب الحق. يلا كمل. فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني أزاغ الله؟ يعني ميلها، ميل قلوبهم عن الحق، الله ما فينا، خلاها تحب الباطل. قلوبهم بهم والله لا لا يهدي القوم القوم الفاسقين. تكبير ابو بكر. يلا خليك من احمد شوي ريح. يلا يلا ابو احمد حسبك ابو بكر. واذ قال عيسى ابن مريم. افرج محط اصبعي اصبعك ابوك عشان تقرا الاحرف عشان تساعده. هي يا بني حط ايدك. ليش ازعلك بكره؟ ليش يا بني اسرائيل؟ مين بني اسرائيل؟ مين بني اسرائيل؟ سيدنا يوسف واخواته. مين بني اسرائيل؟ سيدنا يوسف واخواته اولاد يعقوب. مين بني اسرائيل يا بكر؟ ابن يوسف واخواته. سيدنا يوسف يعقوب ويوسف. لا اولاد يعقوب سيدنا يوسف واخواته. ايه مين؟ سيد يوسف واخواته. نعم نبي الله يوسف واخواته. يلا سيدنا يوسف. يلا كمل. يلا محمد يلا. حن موسى يا بني اسرائيل اني رسول رسول بكر ساعدني يا حط صوتك. اني بس تبع بس تبع بكر ايدك. خلاص يلا. اني رسول الله اليكم. جيد ابو احمد. نعم مصدق شوف فتحتين ولا بنتين؟
شو يعني؟ فتحت امك مو ضمه وصدي قن نعم مصدقا لما لما جلس وركبك محمد هيك ماشي حالك بن ولا بين 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 من بين شو بين يدي يعني يدي يلا مصدقا يا بين يدي بعدين يدي من نعم من من يلا هج يا حماد ألف لام تاء أت أت إيه را أت نل في واو بعد التاء نل توراتي من التوراة والإنجيل لا ما يتبس التوراة وهذه الأخرى مصدق لما يدي من التوراة يلا و مبشرا نعم مبشرا هو ابو عيسى يقولون انا جاي لعندكم ومعي كتاب لسه كتاب التوراة تبعكم وراح ابشركم برسول شو اسمه كمل ومبشرا برسول رسول ياتي من من ولا ميم من ولا ميم ميم من بعدي نعم بعدي اسمه أحمد الله أكبر كيف؟ أنت اسمك أحمد نعم أنا اسمي أحمد رسول الله اسمه أحمد واسمه محمد أحمد اسمه أحمد 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 اسمه أحمد نعم أحمد محمد يعني عيسى عليه السلام شو قال لهم؟ قال لهم لبني إسرائيل ليش يا أحمد ومحمد؟ إيه وأنت أنت اسمك محمد وأنت أحمد وفي عبد الرحمن كمان وينه؟ بالأحاديث عن أبي عبد الرحمن صح؟ إيه أنا عبد الرحمن هو محمد وأنت يا أم في أسمعنا كلياتنا بحديث شو اسمك؟ نسيت مرة أقول لك يلا سيأتي رسول من بعد أحمد اسمه أحمد كمل أحمد كمل فلما ليش الحديث أم جاء ليش عبد الرحمن بالحديث شو عمل بالحديث؟ خلينا نكمل إلي ماذا بس روى الحديث قال بس إلي ما بس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس يلا كمل شان خمس خمسة يعني خمسة كل العالم خمسة بعدين اشرح الموضوع يعني الاسلام مثل البيت والخمس عضايد كل عضاضة شغلة واحد اول عضاضة اسمها الصلاة ثاني عضاضة اسمها زكاة ثالث عضاضة اسمها صيام ثالث واحدة اسمها الحج اول واحدة لا اله الا الله عفوا نسيناها ماشي هذول اركان الاسلام والحج هاي اركان الاسلام نعم لا الله والحج راح نضيع الوقت صورة قصيرة تاخذ وقت طويل معنا يلا محمد يلا اسمي اسمه احمد فلما فلما جاءهم بالبينات نعم قالوا هذا سحر مبين سحر مبين نعم انا لازم اساعده طب ماشي لا يلا طب الاخرين ومن بيرفكت يعني معلش الاخ الانسان الاخ ليش شو ما خلاني اساعده بديكي طب هلا استاذ يلا هلا بس ايش دور استاذ يلا كمل حماد اقرا هي الايه ومن اظلم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا لا تفهم الكذب افترى على الله الكذب شو هاد وين فوق الألف واللام وين فوق شو بابا الألف واللام واللي فوق الألف واللام هاي أول واحدة اسمها همزة وصل والثاني اسمها سكون ليش هيك عشان تعلمك شلون تقرأ بابا ماشي ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبة يلا وهو وهو
يا لا مو يا يو يو محمد ركز على النحو ركز على النحو شو كل حرف حركته يلا يد لا يد ألف مقصورة يد عو يدعى ما في ألف خنجرية بني وش ألف خنجرية يد عا جيد أبو بكر يدعى أبو أحمد جيد يلا وهو لا. يدعى إلى إلى الإسلامي وهو يدعى إلى الإسلام جيد أبو أحمد كمل وهو اسكت أبو بكر مو دورك يلا هلا بس خلاص هاي الباشا أنت يلا أي يلا والله لا انت قلت يلا حمد يلا حمد اوي لا في تكملي هاي ها ما افتكر اخر شيء تخلص هيك انت بس نقرا هاي وبس بس عم تعذبوني فيها كثير شايف الله يلا محمد والله لا لا يا لا يهدي نعم القوم القوم مين جيد ابو احمد هي يلا يو يو خلا بكره اقرا معلش ها ها يريدون نعم ابو احمد يريدون طيب بس خلص هاي هاي يلا كمل يلا كمل يلا اقرا يلا ابو احمد يريدون لي لي ابغى اقرا كلمه ثانيه شاطر هاي يريدون ماذا يطعم وين العين يط هاي بدي ابكر هاي يط في ليو ليوط ليوط جيد ابو احمد ابو احمد طلع والله فكرت ابغى طلع يريدون ليطفئوا انا اللي طالع قراءة هو أسرع منك المرة الأولى، ما أنت أشهر من القراءة بس هو سبق في هاي المرة. يريدون ليطفئوا ماذا؟ ربك نورا 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 بعد الراء شو في؟ الله نور الله يريدون ليطفئون نور الله يعني بدهم يخلصوا على الحق، كل شيء حق يكتموه. ماشي بس شو بهم يعني بتمن بدهم يطفئوا الحق بتمن يحكوا الباطل يعني يعني بقول مثلا اول شيء بقول لا ما في رب واحد في ربين ثلاثه او مثلا بقولوا انه الخنزير حلال الخمر حلال بحاول كل شيء باطل بلسانهم ماشي بقول لك تفسير الحق كل شيء مو منيح كلهم بيقولوا منيح كل شيء منيح بيسووا مو منيح بيتم نعم القران الاول يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم شو يعني بدهم كل شيء يشوفوا شغله حق بقول لهم باطل يعني بقول مثلا هي حرام بقول لا هي حلال بقول له نعم ما بصير واحد يسوي هيك بقول لك لا بيصير هيك بقول له قال النبي عليه السلام حرام تعمل هيك بقول لك انا ما برد على النبي لا لازم نعمل هيك فهمت علي؟ ليش انت لما تعلمون انت تقول لهم هيك لانه بيعرفوا انه هذا الدين مزبوط وهن ما بدهم ابوي كيف لما ما بذكر اسماء حدا خليني هون يلا خلي شغلنا يلا ليش نعم هذا حلال ليش بيقولوا الحلال خنزير مشان ياكلوا لو قالوا حرام ما بياكلوا بس بيقولوا حلال ولا بيقولوا حلال مشان ياكلوا يلا يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم كم محمد والله والله موت شو حركة التاء موتا تاء ولا تي موتي والله متم نورا نو نوري ايوه هي. نعم ولا ولو ولو ك ك ايوه كرهه ما في ضم على الهاء ابني ولو كره مين الكافرون جيد حسبك ابو بكر
هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالهدى و ديني و ديني يا بكر ساعده يا محمد جاء لا بلا هاي ودين الحق عند اصبعك الثاني ودين الحق 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 قف بابا هو اللي ارسل دينه بالهدى ودين الحق مو قف هاي يلا كمل لماذا كمل تقرأ ولا بكر؟ لي ليظهره على على الذي على ال على الدين على الدين كله نعم ولو كره المشركون جيد أبو أحمد بكر يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم يعني أدلكم على نعم قولوا لي يا أحمد يلا هل أدلكم على أحمد ما تبع معنا أنت على أول سطر صرنا سطر الثاني هل أدلكم على وين تحت حط صح تحت أول سطر هون تحت تعال هون أول سطر بس أوله شان هيك يا تحت تحت شان هيك يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله هيك يلا خلصني يلا هل أدلكم كمل أبو أحمد كمل هيك يعني على الذي بسم الله تجارة يلا شفتها؟ جلس بالسطر الأخير قرأ تجارة يلا أنا حطيتوني يعني شايفك شايفك هيك 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 شايفك لا مو هيك 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 أنا فرجيك يعني أنا فرجيك يا ويلك مني وهيك صبور يا دبور هلا خلينا نقرأ قرآن يا زلمة يلا شو هيك وهيك شايفك يا روح يلا هل أدلكم على تجارة يلا بكر أصل صح صح بكر أنت صح صح علي شايف صح صح علي اليوم تجارة تنجيكم نعم يلا تنسى مفهوم ما بقدر يلا شوف مين الشرطة كلمة أكثر من بين أليم نعم تو 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 تؤمنون بالله ورسوله نعم وبه لا تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم نعم ذلكم خير لكم جيد رحمه إن كنتم تعلمون جيد شباب يلا يغفر
لكم ذنوبكم ويدخلكم ويدخلكم نعم جنات تجري من تحتها أنهار ومساكن يا رحمة ومساكن طيبة ومساكن يعني ميحة مريحة طيبة يا ريحة طيبة يعني يلا بيوت يعني مساكن طيبة يعني ناكله ريحة طيبة يعني ريحة طيبة مثل العطر يعني شفت علي؟ أبي أي عن جد في بيت كاندي ايه مصنع انا كندي وليك ما بعرف كله كندي مثل بيتنا قدو ما بعرف بيدوب هذا من الشمس بعدين يلا خلص يلا يلا ومساكن طيبة في جناتي عدن في جناتي عدن نعم يلا كمل محمد ذلك يلا اجي من الشاطر معكم ذلك الفوز العظيم محمد اعطك واحد اثنين كمان احبك تقعد انا متلعب راي اوديك مثلا ركز على الكلام ركز ايه واخرى محمد ركز عود مني عود لجبريل عود لجبريل عشان تبغى يفوق نشوف الله بكره ان شاء الله بالجنه باذن الله نشوفه ان شاء الله شلون نشوفه هو فرجين وجهه بالجنة يا أخوي أنا بقول يا عبادي كون عطلت أنا جنة وأكل وشرب وكل شيء بدك إياه الله بيعطينا بإيدينا ملك يعني بيعطينا باور ليش شو بدك تسوي أنت؟ بيعطينا باور بس بيعطينا باور كل شيء بدك اياه بيعطيك يعني بالجنة. اعطينا باور. كل شيء. امتى؟ يعني باور بايدينا. اول بتعرف مين بده يفوت على الجنة هلا؟ طبعا. بكره بس نطلع على يوم القيامة. بين وشه بيقول بس يبين وشه يا مسلمين، بس الكفار ما بيقدروا يشوفوا. لا، الله عز وجل قال انهم محجوبون، انهم من ربهم مثل محجوبون. محجوبون. يعني ما بيشوفوا في حجاب بين رب العالمين ما بيشوفوني، بس المسلمين ان شاء الله احنا نكون منهم يا رب مؤمنين بنشوفهم باذن الله. بس اذا الكفار اذا في كفار بيعرفوا عربي وفوق اذا الملائكه قالوا لهم مين ربك بيقولوا يقولوا رب الله ليش؟ لانه بابا انه ما عاشوا بالدنيا هيك فما بيقدروا يقولوا يوم القيامه اما اللي عاش بالدنيا عبد الله يوم القيامه شو هو ربي الله اما اللي ما عاش بالدنيا عليها انا بنسيهم لا ما بنساهم انا انت في عالم بتقول ليش عرب انا بنساهم فوق الجنه لا ما بنساهم الله بذكرك ياهم الكفار انا مسلم الكفار انت قلت لي في كفار تعرف عربي ايه لو بيعرف عربي بس فوق ما بيسترجع يحكيهم لانه الله ما بوافقوا لهالامر ما بيصير ما بينساهم بيضربون ما بيقولوا شو بدك يعني بيضربون ملائكة ازمال وربي الله بيضربون ليش؟ لانه يكون هذا كافر يلا خلينا نكمل خلص وقت صار وقت كثير طويل يلا يلا اعوذ بالله من الشيطان واخرى تحبونها نعم كمل محمد يلا واخرى تحبونها يلا كمل بكر كمل نعم من الله وفتح طلع احمد يلا قريب نعم يلا احمد اقرا
وبشري المؤمنين يا أيها يا أيها الذين آمنوا. نعم أيوة. كن شو يا عماد؟ كونوا نعم أنصار. ليش الله بده الكفار؟ تعرف أكثر من الساعة معنا هاي يا رجل، صار هلا نص ساعة وهي صورة قصيرة. كونوا أنصار الله، كونوا أنصار. لا ليش الله بده يعني يكونوا أنصار؟ يعني أنصار يعني كنا ساعة يعني دافعوا عن دين الله عز وجل. أي يعني صرنا ساعة عم نقرأ عن نحكي قصص. كونوا أنصار الله كما قال، كونوا أنصار الله كما قال، كما قال عيسى، عيسى ابن مريم، ابن مريم. ماتت مريم. للحواريين يعني الحواريين الطلاب تبع عيسى كانوا يدرسوا عنده هيك يعني. يلا للحواريين حواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. أنصار الله. جلست هذا الأعداء بكر، جلس منيح. ليش؟ هيك. فآمنت، كمل يا بكر. فآمنت. نعم. من بني إسرائيل. نعم. وكثرت طائفة. نعم طائفة. طائفة أم كفرة. بعدين قرأ كمان لك إياها. شو يعني الطائفة؟ طائفة يعني مجموعة من الناس. يعني هلا افترضنا مثلا بسوريا في حرب بين طائفتين، هدول يعني فريقين، طائفتين فريقين يعني، هذا فريق وهذا فريق. مين كفر؟ ناس كفروا وناس آمنوا. يلا فريق كفر فريق آمن. يلا فأيدنا. يلا أبو أحمد. إيه أيوة. آمنوا على الذي عنا عدو وي على عدوهم. نعم. فأصبحوا ظاهري. الحمد لله طولت كثير السورة، كثير طولت.